واحد ما بين أخطر الأسواق في العالم هو هذا. أبو كتير دابا غادي نشدين الطريق باش نمشيو للماركيت نكتشفوه. كيدوز من واحد لواحد كيبقى غادي بيك حتى كدوز في الماركيت حتى كدوز ساعه ومراها كترجعوا من نفس الطريق. في الطريق كتكون غادي كدوز كتلاقى مع بزاف ديال الناس حتى هما جايين من نفس البلاصه. هو غادي يورك شد مولاي عرفتي لا تقلب. كندخلوا في المحلات كتلاقى مع الناس اللي كيبيعوا حتى هما كيبيعوا على الفليك بحال هكا. كنظن ما فين غاديين دابا شي هنا كتكون غادي كدوز على كتكون غادي كدوز على المحلات ولي كافي وتقدر تشري من عندهم من هنايا تاخذ من عندهم تشري من عندهم اي حاجه حتى معاهم في الماء بغيتي تشرب شي حاجه بغيتي تاخذ شي مشروب كتشري وكيدوزوا ليك وتشري من عنده وكتكمل طريقك في هذا الواد هذا. اما وحدين كيتقداو شتو كيتقداو عند هذا شراو موناضة. دابا يلاه وصلنا للبلاصة اللي كتلقى فيها هادو كيبيعوهم فوق البوت شتو أيا كتلقى فوق الفلوكة وحاطة السلعة ديالها. ها واحد كيبيع كوكونات كل واحد شنو عندو شي كيبيع الماكلة شي كيبيع المشروبات شي كيبيع لي سوفونير شي كيبيع السيكار شي كيبيع حوايج شي كيبيع الديكورات كل واحد شكيبيع وكتجي كتلاقى معاه كتاوى معاه هنا. زعما عجيبة الطريقة باش عايشين هاد الناس هادو وحق الله. دابا بحال فينيسيا ديال الطاليان ياك فينيسيا بحال فينيسيا كيف فينيسيا ما فيهاش الماركت حالة فينيسيا نقية على هاتي. ثانك يو انت كيجي بيان كيدوز حداك ايوا كيدوز شي واحد كيدوز شي واحد يدير فيها الكاميرا. واحد كيبيع البيض مسلوق واجد زيت العود وداك الشيء قد لك كاسكروب ديالك كيبيع الماتريكيلات. ها وحده كتشوي البنان هنايا شتو شوف ثانك يو. الا بغيتي تغدا ولا شي حاجه كتقدر توقف هنا كيوقفوك في الجدب وكتطلع لهاد المطاعم اللي كاينين هنا كاين دي ريستو هنا كتطلع تاكل فيهم. بنادم كيشوي هنا ما تحتاج كاع توقف هاد الشري من هنا تاكل وتكمل المسيره ديالك وتقصي وتلقى واحد اخر هو كيبيع الديسير وتشري عنده الديسير وتكمل غاد واش بغيتي كاع انت توقف. ها وحده كطيب هنايا هذا كطيب عندها بوطه ديالها عندها مقيله عندها كلشي تما كتشحر وحده كاع عندها شوايه او وحده عندها شوايه هنايا كتشوي الدجاج chicken. او نو ثانك يو ايوا والله الا شويه ديالها خدامه على راسها. هادو كيتلاقى واحد مع واحد هذا كيضرب الاخر هذا كيجي يضرب هذا وبيس كيتلاقاو مع بعضياتهم كيتحاكوا هاني. هاد القنوات هادو المائيه ما كانوش سوق من شحال هادي في عهد الملك راما الرابع كانوا دايرينهم بحال قلتي واحد القنوات اللي كيدوزوا بهم المحاصيل والزراعيه وكيدوزوا بهم السلع ديالهم في ذاك العهد كيدوزوهم للقبائل وحده اخرى والدول وحده اخرى. يعني كانت غير قناه كدوز منها البضائع من بعد مع مرور الوقت تبدلات الوقت ولات منطقه سياحيه ولاو فيها دي ماركيت كيبيعوا الناس فيها لي برودوي ديالهم كيبيعوا فيها الماكله واي حاجه مع تزاد السياحه هما يزيدوا هاد الفلايك هادو اللي كيدوزوا من هنايا وكيجيو السياح يترزقوا معاهم. يبان لكم الناس هنا جالسين كيتسناو هاد القوارب هادو ما كيستعملوهمش غير السياح اللي كاينين هنايا وانما كيستعملوهم حتى الناس اللي ساكنين هنايا. علاش؟ حيت هاد المنطقه كامله عباره عن قنوات مائيه يعني متفرعه وكتقسم ما بين بزاف ديال الامور. يعني غير مثلا الا بغاو يمشيو للمدرسه او الا بغاو يمشيو يخدموا شي غرض اداري او الا بغاو يمشيو لاي بلاصه كيلقاو الماء من كاع النواحي وكاع المناطق. داكشي علاش كيستعملوا هاد القوارب باش يتنقلوا. عندهم هنا محطات ديال بحال قلتي المحطات ديال فاش كيتسناو الناس مثلا الكوبيس الحافله وما عندهم كيتسناو هنايا الفليك باش يديوهم للبلايص اللي بغاو. سيدي هذا كيجيبك لهنا كيشري هو كيشري الماكله ديال الحوت ها هو وكيجيبك لهاد البلاصه فيها الحوت بزاف وكيبقاو يلوحوا لهم الماكله. ها انتوما عند هاد السيده هادي اللي كاينه هنا هي عند من كيشوي هاد الماكله ديال الحوت وهادي عندها بزاف ديال الحوت مجموع حداها. علاش؟ حيت ديما كتلوح لهم الماكله هنايا داكشي علاش كتجمعوا هنايا. ومن هاد الفكره هادي بدات كتبيع الماكله ديال الحوت. يعني شوف البيزنس كيداير جمعات الحوت حداها تعرفات بلي الحوت كاين حداها وكتبيع الماكله ديال الحوت بجاب الناس وكيجيو عندها الناس باش يشريو الماكله ويعطيو داك الحوت اللي حداها. شو البيزنس كيداير وتكون فيه شي جوج مترو هذا. دابا جينا لميكلونغ ستيشن اللي معروفه بواحد الماركت اللي وسط منه كيدوز تران. كنت مشيت لواحد الماركت في 2018
بحال هكا مي ماشي هو هذا واحد اخر ما يمكن القدام مازال مازال بعيد واحد شويه جيت واحد البلاصه اللي مختلفه واحد شويه نجيو نطرقوا هذه البلاصه حتى هي اللي كيدوز الدان وسط الماركت والناس كيجمعوا السلعه ديالهم وكم ديجا عارفين البلان كي داير مي علاش لا غادي نزيدو نكتشفوا هذه البلاصه تقدروا تشوفوا المحلات هنايا ولكن راه كاينين حدا السكه يعني التران كيجي كيتجمع هذا الشيء كامل شوفوا هذا الباش هذا ديالهم كاملين شحال باش خارجين هابطين حتى لهنا وتخيلوا معايا السكه هي والتران كيدوز هنا وهما كيجمعوا هذا الشيء كيجمعوا هذا الشيء في الوقيته باش كيكون التران جاي يعني التران كيكون جاي وهما كيجمعوا هذا الشيء كيحلوا ليه كيديروا ليه الطريق هو كيدوز اين فوا كيدوز كيلوحوا عاوتاني دوك الباش وهذا الشيء كامل كيحطوه كيحطوا السلعه ديالهم عندهم واحد القضيه لحطه فيهم كيخدموا بهاد المجففات بزاف اللي فروي الحوت كلشي كيجففوه هذا المونغ البنان الدوريان كلشي كيديروه مجفف الحاجه اللي واعره في هذا الماركت هو رخيص كاع داكشي اللي توريستيك ولا دوك الحوايج ولا داكشي اللي كتلقاه في بلايص اخرين اللي توريستيك كيكون غالي كتلقاه نفسه هنايا وكتلقاه رخيص مع العلم انه حتى هو منطقه سياحيه وكيجيو ليها السياح ولكن رخيص عرفتوا هاكو كوناطا اللي كتشريها على برا في بلايص اخرين ب 100 باط 120 باط كتشريها هنا ب 25 باط بحال هاد السراول هادو هاي هاو ماتش 100 100 بحال هادو اقسم بالله بحالهم بالضبط في بوكيت كيقولوا فيهم 450 باط هنا 100 شو شحال ديال الفرق البلاصه رخيصه بزاف والله اللي بغى يتقدى يجي يتقدى هنا اللي بغى يدير الشوبينغ يجي يتقدى هنا نفس داكشي اللي كاين على برا هو اللي غتلقاه هنا عرفت شو الثمن الماكله راه 800 ديالها طايحين هنايا عرفتي هادشي كامل اللي كتشوفوا هنايا كتخرج على برا كتلقاه 250 300 هنا 90 120 80 150 دابا هذه 12 اونس تقريبا والتران ما غيوصل حتى لجوج ونص دابا اي بلاصه كتمشي ريستو ولا شي حاجه ولا اي بلاصه كتبيع ماكله بحال هكا كتلقى معلقين التوقيت ديال التران عاش غيجي بحال هكا انتوما التران اللي غادي يجي غيجي مع جوج ونص حنا الله 12 ونص هي الديبارتور ولا الاريفال وهو الدرابو ديال المغرب غنقصيو هو الاول تغداو ناخذوا شي عصير نشربوه بين ما جا التران في هذه البلاصه الزوينه الثمن رخاص هنا بزاف والله الحاجه الوحيده هي البلاصه بعيده تقريبا شي ساعه ونص سير عمي سير دوز عمر هذا المساكن من بعد ما تغدينا الغدا غيتقام عليك تقريبا بشي يقول 50 درهم ما بين 45 درهم 50 درهم تغدى تاخذ البلا ديالك فيه يا يفخوي دماغ سي فود ولا الدجاج ولا اللحم الروز ولا بغيتي الكروفيت الكبير رويال ولا بغيتي داك الكراب هادشي باش غتغدى عصير كيدير هذيك ما بين 15 17 درهم قول واحد 60 درهم تغدى وتضرب عصير زوين دابا جينا لهاد البلاصه هادي اللي فيها الكراسه كتجلس كتسنى التران يدوز كتخلص 20 باط باش انك تجلس 20 باط غتكون شي 5 درهم تقريبا كتجلس هنايا باش كتشوف التران فاش كيدوز وكتصور معاه حيت دابا غادي يدوز باقا لي تقريبا قل من 10 دقائق الناس كاملين شادين بلايصهم هازين تليفوناتهم باش يصوروا واحد من بين اخطر الاسواق في العالم هو هذا الناس كتبيع وتشري على السكه ديال التران السلعه ديالهم كيدوز فوق منها التران وكتبقى لتحت الحالات ديالهم كاملين كاينين قدام التران يعني راه الخطر هادشي ديال بصح حتى هما كيجيو يتصوروا في السكه ديال التران ها هو كيقول لهم التران جاي ما كيحلوش تي بنادم داك اخويا الطريق للتران جاي غنشوف حل خوي بالك الواعره هو هاد لي سباس اللي كاين هنا ديال السكه راه ماشي بوحدو اللي فيه التران راه باقي خارج واحد شويه باقي خارج لهاد الجهه شويه شتي راه دايرين واحد الخط احمر هنايا باش ما تفوتوش هانتوما خط احمر ليها باش ما تفوتوش فاش يكون التران كيدوز يعني التران ماشي بلاصتو غير هاد السكه راه باقي كيخرج واحد شويه لهنا هانتوما الناس كاملين كيتسناو الناس كاملين شادين تليفوناتهم الجهه الاخرى حتى هي غادي الحاج والحاج فين غادي انت اش كتصور انت كتصور في الناس هو اصلا كيجي بشويه فاش كيوصل هنايا كيتمشى بشويه سين دخل من بعد شويه هو عرفتي فين غيدوز انا بعدا راه واقف على الخط غيدوز على الحافه شو كي داخل في المحلات انا ندخل هكا شو شدوش فيه زعما تعلقوا فيه ونمشيو راه ما كاينش لي سباس كاين شي 20 سنتيم بينه وبين المحلات شوفوا شحال ديال لي سباس مخلي ما بين مع المحلات سير عالم اخر اما عاوتاني كيحل كيهبطوا المحلات ديالو هاد الماركت هذا كيجيو ليه الناس بزاف علاش اول حاجه حيت رخيص ثاني حاجه حيت فيه اي حاجه غتلقاها اي منتوج بغيتيه غادي تلقاه هنايا عوض ما تمشي بزاف ديال الاسواق وتقلب على كل حاجه بوحدها هنا واحد السوق اللي معروف
فيه بزاف ديال لي برودوي، فيه اي حاجه تقدر تلقاها تشريها عندها علاقه بتايلاند وبثمن رخيص، وفي نفس الوقت كدير هاد لاكتيفيتي ديال انك كتشوف التران كيدوز من الوسط. دابا التران جا وقف في ستيشن هنايا والناس كيجيو كيتصوروا معاه، كيطلعوا الفوق هنايا وكياخذوا معاه التصويرات. الناس كيطلعوا بحال هكا كياخذوا معاه التصويرات الداخل. حنا اش غنديروا؟ غنطلعوش هنا، حنا نطلعوا للتران. عندي القطار، عندي القطار. يلا نطلع نهبط من الباب الاخر، نطلعوا داخل ديال التران. ها هو تخيلوا يديماري دابا، هذا واحد الكيد مطلع جروب كان غادي معاه بالزنقة، مطلع جروب لهنايا. هاي ثانك يو فيليبين. فيليبين نايس فروم فيليبين. I've been in Philippines. I've been in Manila, General Santos. Yeah, General Santos. I've been there. I've been in Kalinga, in Tatolidi. Tatolidi. Yeah, I'm a YouTuber. Say hi. What's your name? So give me, I can show you on YouTube. Okay, you. Yeah, it's okay. Yeah, yeah, take video. Hey. عافيهم عشان هادو من الفلبين، من جنرال سانتوس اللي كنت فيها، البلاصه اللي كانت اللي كنا جالسين عند لوكا في دارها عند عائلتها من البلاصه. سواديكا 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 سواديكا. يس ذيس وان ثانك يو نايس تو ميت يو انجوي باي. عاد شنو الخوت غنعاود نطلع، عندي القطار عندي القطار. انا نينانا وهنا نينانا وهنا نينانا. عطيكم ما كانش الدرايفر كيتسنانا والله تمشيو مع القطار، ما عرفناش فين غادي، ما عرفتوش فين غادي هاد التران، ولكن كون ما كانش الدرايفر كيتسنانا والله تمشيو معاه. شي القطار التران هاكا وهو غادي صوار، خصنا نديرو داك البلان. بغينا نديرو انا وياه واحد البلان بالرجل اوتو ستوب، قولوا لي في لي كومونتير واش بغيتونا نديرو هاد البلان. غنديرو سيكلنا فوق ظهرنا وغنمشيو اوتو ستوب اوتو ستوب اوتو ستوب. اش بان ليكم نعيشو هاد المغامره هادي؟ دونك لا فامي هنا كيسالي الفيديو ديالنا ديال اليوم، نتمنى نكون بارطاجيت معكم بليصات اللي زوينين اللي تقدروا تقداو فيهم، خصوصا الا بغيتوا تقداو ولا ديروا الشوبينغ ديال شي حاجه اللي تايلانديه تقليديه، ما غتلقاوش ما احسن من هاد جوج الاسواق حيت رخاص وغتلقاو فيهم اي حاجه بغيتوها. على عشكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك للفيديو الجاي ان شاء الله. باي.